المحاضرة السابقة درسنا مكونات الذرة، مكونات الذرة أول ما بدينا بالإلكترونات، شرحنا على الإلكترونات من حيث شحنتها وكتلتها وحجمها، ومحاضرة موجودة أخذناها درس الماضي. اليوم راح ندخل على النواة. الإلكترونات اللي تدور حول النواة، قلنا حول الشحن الموجبة، تصير خارج يعني بعيدة عن الشحن الموجب، بعيدة كلش. نجي ندخل على النواة وندرس نشوف شوكو بالنواة. هي طبعا احنا ننسى، احنا جاي ندرس الذرة، والذرة اسم مو منفصل، يعني هاي الأجسام كلها تتكون من ذرات، اللي هي قلنا أصغر جزء من المادة، لا يمكن تقسيمه. هاي الفكرة الأولى اللي كانت عند الناس، عند العلماء، بقوا هاي الفكرة ما يعني ما مقتنعين بها، يبحثون إلى أن لقوا أفكار أخرى. فمجرد حصلوا على الإلكترونات خلاص، يعني الإلكترونات راح صار جزء من إيش؟ من الذرة. وإذا والإلكترونات أصغر من الذرة من حيث الكتلة والحجم، لأنها جزء من الذرة. إذا لقينا في شيء أصغر من الذرة موجود في الذرة، إذن أولا ليس أصغر جزء من المادة، وبعدين يمكن تجزئته. المهم الإلكترونات، يعني لحد زمن القرن السابع عشر جماعة نيوتن وكذا ما توصل لا الإلكترونات ولا أي شيء، بس قالوا المواد الصلبة، المواد الصلبة والسائلة والغازية تتكون من أجزاء صغيرة جدا لا يمكن تجزئتها، تسمى ذرات. وجاء من بعد دالتن الله يطيه، قال ذرات هاي مختلفة باختلاف العناصر. كل ذرات، مثلا ذرات الأكسجين كونن عنصر الأكسجين، ذرات الزئبق كونن عنصر الزئبق، ذرات الحديد سواء عنصر الحديد، وهكذا. فموجودة 92 عنصر طبيعي، يعني 92 نوع من الذرات. وهذه الذرات إذا تتحد مع بعضها تكوننا مركبات، تكوننا شنو؟ مركبات. يعني مثلا جسم الإنسان مو بس بأكسجين، لو هيدروجين، لو ألمنيوم، لو خرسين، لو حديد، مجموعة من المركبات، مجموعة من المركبات. ترجع توصل وين؟ للذرات. ذرات مختلفة تتحد مع بعضها تكون لك عنصر، تتحد مع الذرات الأخرى تكون لك مركب. شرحناها بالمحاضرات السابقة. بعدين بالقرن نهاية القرن التاسع عشر عالم اسمه تومسي، عالم انجليزي تومسي. هذا تومسون عالم مفكر، بس في زمانه عرفوا الناس اكو شحن موجبة واكو شحن سالب، اكو
شحن موجبة وأكو شحن سالب. فإجا قال إن الذرة تحتوي على شحن، ما سماها شحن، سماها شعاع، تحتوي على شعاع سالب وشعاع موجب، ومو صفا يعني عنده فكرة بس راح سواها عمليا، سوى تجربة. التجربة راح أجيلها لكم، قلنا ذاك المحاضرة درس خاص، عندنا تجربتين درس خاص بها. فعنده نوعين بالتجربة، طلع على نوعين، أول مرة بحث عن الشعاع السالب اللي من عنده طلع الشحنة السالبة واطلق عليها اسم الإلكترون، وشرحنا بالمحاضرة السابقة كل ما يخص الإلكترون. وصلنا إذا لقينا الإلكترون اللي هو من مكونات الذرة، من مكونات الذرة. هسه نجي على نواة الذرة. الذرة متعادلة، خلينا نبحث ذرة الهيدروجين. ذرة الهيدروجين متعادلة، يعني الشحن الموجبة تساوي الشحن السالب، متعادلة لما الشحن الموجبة اللي موجودة بها تساوي الشحن السالب. وبما أنها موجودة شعاع سالب سماه دالتون، سماه تومسون، عفو سماه تومسون الكترون، إذن لابد من وجود شحنة موجبة موجودة أيضا وين؟ بالذرة. يعني لقوا شحنة سالبة، إذن لازم يلقون شحن شنو؟ موجبة. وين موجودة؟ بالذرة. وهاي الشحن الموجبة لازم تعادل الشحن السالبة اللي أيضا موجودة بالذرة حتى تكون الذرة متعادلة. هاي شلون؟ فهو من سوى تجربة الشعاع السالب والشعاع أيضا الموجب، بس أطلق على الشعاع السالب بالإلكترونات، يعني المادة اللي تحمل أو موجودة في هذا الشعاع السالب تسمى الإلكترونات، والإلكترونات تسلك سلوكين، مرة سلوك مادي وسلوك موجي. الجسيمات هاي اللي تحمل او اللي موجوده في الشعاع السالب سماها الكترونات، سماها الكترونات. فرادوا يعرفون الشحنات الموجبه وين راح تصير موقعها، الشحنات الموجبة وين راح يصير موقعها، مكانها وين يعني بالنسبة للذرة. فأجى العالم ذرفورد، جاء العالم ذرفورد هو عالم انجليزي، وسوى تجربة ايضا بالمختبر، واستطاع ان يحدد موقع هذه الشحنات الموجبة. شلون؟ اكو موج مشعة تعطي اشاعات، اشاعات نووية تكون غير مستقرة، حتى تستقر
تقوم تعطي اشاعات، تقوم بالشع منها يوما توصل الى مرحله الاستقرار. ف جاب ماده صلبه اسمها الراديوم، خلاها في صندوق عازل الاشعاع، وهذه مادة الراديوم مادة مشعة، فمن الشع تتحول إلى راديو، تتحول إلى راديون وتتحرر منها أشعات ألفو، وتتحرر منها أشعات ألفو. هي مادة صلبة، راديون مادة سائلة أو غازية، مادة غازية وتطلع منها أشعات ألفو. يعني راح يصير عندنا راديون وأشعات ألف، راديون يبقى بالمادة الحافظة الصندوق الحافظ الإشعاعات، ويطلع منه الهيليوم، العفو الجسيمات ألف، هي بعدين هي تطلع نواة الهيليوم، تطلع الجسيمات ألف بواسطة ثقب صغير جدا وجهها على سبيكة من الذهب، وجهها على سبيكة من الذهب. هاي السبيكة ليش اختار الذهب بالبداية؟ لأن الذهب مادة يمكن طرقها وكبسها إلى أن يصل سمكها إلى 1 بالعشرة آلاف من المليمتر. وخلى